وبالنسبه للفوز انا فرحان احنا ناشطين احنا ان شاء الله والله يكمل بخير وشكرا وشكرا عليكم. ادريس المرحوم معروف بانه هو المصدر والمنقب الاول والابدي ديال فريق الرجاء، هو اللي جلب بزاف ديال اللاعبين اللي تكونوا في فريق الرجاء البيضاوي. واش كيواعد الجماهير الرجاويه بشي لاعبين جداد اللي جايين في الافق؟ وان شاء الله راه كاين عندنا سبور مزيان، كاين مؤطرين مزيانين، بحال غادي تقول مباركي، بحال غادي تقول مسلوب، بحال غادي تقول ارمومن، بحال غادي تقول خباش، بحال غادي تقول عبد الصادق، بحال غادي تقول البكاري، بحال غادي تقول الدرايا، كلهم مزيانين، كلهم تبارك الله وصلى عندي مزيان، سعيد خرازي ولا انوار بغدادي ولا كاع الدراري، يعني خدامين مزيان، داك الناس ديال اللي جاو عندنا خدامين مزيان، خدامين مزيان. شي كلمة بحكم العواشر ديال اليوم السي. والله يكمل بخير، الله يكمل عليهم بخير، والله يسر لهم، والله يسر لهم. شكرا. ان شاء الله يكون خير. وغادي تكون بخير ان شاء الله، غادي تكون بخير، لان الفرق الكبرى تمر ولا تموت، غادي يكون خير ان شاء الله ومازال يكون خير. وشكرا عليكم وشكرا للجماهير ديالنا وشكرا هذا، والله يكمل بخير، الله يكمل بخير، الله يكمل بخير. الرجاء قويه وكتبقى قويه وغاده تبقى قويه، غاده تبقى قويه. وشكرا اخويا، شكرا، سمحوا لي بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.